يبادر الأمل بالانتقال من الوضع الاستهلاكي إلى وضع الإنتاج. هذه النسخة الجديدة حقيقة بها فرق عن النسخ القديمة بسبب اهتمام الدولة بهذا المجال واستقطاب العديد من الشركات الأجنبية والعربية والشركات المحلية، وهذا حقيقة دعم اللي يشهد البلد بهذا المجال. احنا قبل كنا نفتقر له، وهذه بداية لانطلاق العراق نحو العالم بهذا المجال. اليوم احنا في معرض الأمن والدفاع المقام بالنسخته الثانية عشر على أرض معرض بغداد الدولي. مفهوم المعرض انه تجي هنا الشركات تعرض منتجاتها وتسليحها واحدث اخر التكنولوجيا اللي توصلت الها الدول. حاليا احنا قدام شركه سمر الخير التابعه احدى مفاصل هيئه التصنيع الحربي اللي اثبتت جدارتها بهذا المعرض بصناعه وعرض كل ما يتعلق بالتصنيع الحربي من الاعتده الخفيفه الى المدرعات الناقله للافراد.